سؤال آخر، لدي دخل من جراء تجارة المواد المحرمة في الإسلام ولكن في الغرب، هل التبرع بها لطلاب العلم أو المساجد هناك، هل أتبرع بها أو أتركها نهائيا؟ لا يتركها، بل هذا المال يصرف في أوجه بيت المال، فيتبرع بها، أو أقصد يقدمها لأهل أهلنا في القدس، أو المحاصرين في غزة، أو المحتاجين في الصومال، أو في أي مكان أهله يشهدون مجاعة، أو هم محتاجون إليها، فيقدمها إليهم. وإذا كان هو محتاجا إليها فليدعو عدلين من المسلمين وليشهدهما على ما عنده من المال الحرام، ويطلب منهما أن يقرضاه ما يحتاج إليه من ذلك، فيتفقان معه على أن يسلم إليهما شهريا مبلغا قدره كذا وكذا من هذا المبلغ، ويصرفانه في مصاريف بيت المال. نعم. نعم.